تبدأ رحلتنا من شرق بلدة ويموث. سنتجه نزولاً نحو شاطئ دورست الجوراسي، حيث سنشاهد بعض الخصائص الجيولوجية المثيرة في إنجلترا ونحن نمر بها. من قرية الأشباح المهجورة تاينهام نستدير نحو قلعة الفاتح ويليام كوف، ثم نستدير نحو بلدات بورنماوث الرملية في بول هاربر، ثم نحصل على فرصة الاستمتاع بملكية نولتون رينجز الوثنية القديمة. من هناك سنكمل طريقنا إلى مصب نهر تست لنستكشف ميناء ساوثهامبتون الضخم. سنبحر من هذه الأحواض نحو جزيرة وايت لاستكشاف بطاريات نيدلز على الشاطئ الغربي للجزيرة، ثم شمالاً سنختم رحلتنا بزيارة قصر أوزبرن الذي كان يوماً ملاذاً للملكة فيكتوريا وزوجها الأمير ألبرت. نبدأ مشوارنا خارج ويموث عند مدخل الساحل الجوراسي لبلدة دورست. يمتد هذا الشاطئ الجوراسي على طول 153 كيلومتراً من الشاطئ الجنوبي لإنجلترا. يمكننا أن نجد 180 مليون عام من التاريخ الجيولوجي في هذه الانهيارات الأرضية والشواطئ المتآكلة، ما يجعل هذه المنطقة مقصداً للسياح وعلماء الجيولوجيا على حد سواء. إن أكثر هذه الميزات الجيولوجية إثارة وأكثرها استقطاباً للزوار هو دوردلدور الذي يجذب أكثر من 200 ألف زائر سنوياً. يقدر عمر هذه البقعة الجيولوجية المميزة بنحو 140 مليون عام. يشتق اسمها دوردل من الكلمة الإنجليزية القديمة ثيرل أي الحفر، وهذا وصف مثالي لكيفية تكون هذا القوس. تآكل الطين الناعم على جهتين، وفي وسط هذا القوس الجيري الذي ما يزال منتصباً السبب مياه البحر القوية. أما الغابة المتحجرة على رأس هذا القوس فتجعل منه جوهرة حقيقية للجيولوجيين. على بعد عدد قليل من الخلجان نصل إلى خليج لولورث الذي يعود شكله الفريد مجدداً إلى آلاف السنين من عوامل التعرية. فتحت الصخور الضعيفة عند مدخل الخليج الطريق أمام هجمة من الأمواج منذ نحو 10,000 سنة. بعد ذلك وصلت المياه شق طريقها من خلال فتحة صغيرة. كانت الموجات تتكسر نحو الخارج مما يؤدي إلى تآكل جانبي الخليج بشكل أكبر من الجزء الخلفي. يتكون الجدار الخلفي من الخليج من سلسلة طباشيرية بطول 250 متراً وقد ضغطت نحو واجهة المنحدر، مما يجعلها مقاومة للتآكل أكثر بكثيراً من طبقة الطين والرمال على جانبي الخليج. مع 500 ألف زائر سنوياً بات هذا الخليج الرائع مأواً للسائحين وراكبي الزوارق على حد سواء. تعتقد أوساط أدبية أن جي إم باري استوحى بيتر بان نتيجة لقائه فتى يدعى بيتر يهيم في محيط خليج لولورث. كان والد الصبي قد توفي حديثاً وكان الطفل يلعب في تلك المنطقة كما لو كانت عالمه السحري الخاص. سرعان ما تزوج جي إم باري والدة الصبي وقضى كثيراً من وقته يجول معها في عالم نيفرلاند. نكمل نزولاً لنصل إلى خليج وورباورو. لا يعد الشاطئ الجوراسي ملاذاً للسياح فحسب، بل هو محجة لعلماء الجيولوجيا ومصدر رزق للمزارعين، وهو مركز تدريبي للجيش البريطاني، ونتيجة لذلك يفتح هذا الخليج أبوابه مساءً فقط، وذلك لكونه حقل رماية وتدريب. هذه المياه الرائعة والمعزولة التي قلما يزورها أحد تغري الغطاسين وصيادي الأسماك والسرطانات البحرية. تظل سلسلة تلال فلاور بارو على طول الساحل، وتتميز بأنها نتاج ملايين السنين من الحركات الجيولوجية التي شكلت شهرة الشاطئ الجوراسي. لكن بسبب التآكل المتواصل للشاطئ سينتهي الأمر بهذا الجرف في البحر. وخلف هذا الجرف نجد قرية تاينهام المهجورة.
بينما كان الجيش البريطاني يستعد ليوم اجتياح فرنسا التي يحتلها النازيون، استخدمت هذه المنطقة أرضاً للتدريب العسكري. مع استمرار استخدام أسلحة المدفعية الثقيلة والدبابات، سرعان ما أصبحت القرية عقبة في طريق الجيش. لذلك وفي عام 1943 وجه لكل واحد من سكان تاينهايم 225 إنذار بالإخلاء، يعلمهم بأن الأرض يجرى الاستيلاء عليها من أجل خير الوطن. لقد نقش على بوابة كنيسة البلدة ما يلي: لقد تنازلنا عن منازلنا حيث عشنا أجيالاً من أجل المساعدة في النصر، وليبقى الرجال أحراراً سنعود يوماً. مرت 77 سنة ولم يعد أي منهم حتى اليوم، وما زال الجيش يحتل هذه الأرض. كانت هناك محاولات بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة السكان إلى البلدة وإنعاشها، لكن التحقيق الرسمي في هذه المسألة وضع حداً لذلك بعد شراء الجيش الأرض رسمياً. كذلك كان تأثير وجود الجيش جيداً على الاقتصاد، ما دفع المستعمرات المجاورة إلى مجاراة القرار. أما اليوم فالبلدة مفتوحة أمام الزوار كي يستكشفوا أنقاض المباني المهجورة والدبابات المتآكلة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية. بعدما غطتها الشجيرات ونباتات اللبلاب، باتت تاينهايم تذكيراً رائعاً وكئيباً في الوقت نفسه بعدما نسيها زمن السلم. لطالما ابتلي التجار بالغشاوة والضباب على طول الشاطئ الجوراسي، مما جعل الملاحة البحرية غاية في الخطورة حتى في هذه الأيام. في الواقع، بوجود المنحدرات الحادة والجرف والبحار القوية، هناك عدد من الحوادث والكوارث التي تقع عند الشاطئ سنوياً، لكن هناك كذلك عدد من عمليات الإنقاذ. ينحرف الناس نحو البحر محاصرين تحت الانهيارات الأرضية أو بين المحيط والساحل، ومع كل هذه الحوادث هناك أيضاً عدد من الضحايا، إلا أن ممارسات الإنقاذ العادية كالتي نشهدها هنا تساعد على إبقاء العدد منخفضاً. رؤية مروحية إنقاذ تحلق صعوداً ونزولاً على طول الساحل كل عام أمر اعتيادي، إنها المرة الأولى التي تؤدي دور من يجري إنقاذه، لكن يمكننا أن نرى من خلال التزامها المهمة أنها تعرف أهمية هذه الاختبارات من أجل أن يبقى المنقذون مدربين وعلى أهبة الاستعداد. لكن على الرغم من المهارة والاحتراف اللذين نشهدهما، طوافة الإنقاذ هذه دائماً في خطر التعرض للتوقف. ننتقل نحو عمق اليابسة لنصل إلى قلعة كورف التي بناها ويليام الفاتح في القرن الحادي عشر، في زمن كانت القلاع فيه في معظمها قد بنيت من التراب والخشب. كان هذا الهيكل الحجري مدهشاً بالفعل. على مر العصور حصن ملوك آخرون القصر إلى أن بيع أخيراً لجون بانكس عام 1635، لكن مع اندلاع شرارة الحرب الأهلية الإنجليزية بعد ذلك بأعوام، هاجمت القوى البرلمانية قلعة كورف بسبب وجود جون بانكس في أكسفورد مع الملك. خلال الهجوم أمسكت زوجته ماري بزمام الأمور وتمكنت من الدفاع عن القصر في مواجهة قوى من 500 شخص. في خلال الحصار الذي استمر أسبوعين توفي 100 من البرلمانيين في مقابل 2 فقط من المدافعين. ظلت القلعة آخر معاقل الملكيين الصامدة في إنجلترا طوال عامين، إلى أن جرى الاستيلاء عليها وتدميرها. منذ ذلك الوقت وهبتها عائلة بانكس للدولة، والقلعة اليوم ملك للصندوق الوطني، وما زالت أكثر المواقع التاريخية استقطاباً للزوار في البلاد. ويمر بجانب القلعة خط سكة حديد سوانج. بني الخط عام 1885، وكان في ذلك الوقت آخر جزء من رحلة طويلة تمتد من لندن إلى مدينة سوانج الساحلية. في عام 1972 حينما أعيد تقويم الجدوى المالية لنظام السكك الحديدية في إنجلترا، ألغي هذا الخط، لكن بسبب كونه خطاً شعبياً ويطل على مناظر خلابة، وقعت مجموعة من المتحمسين عريضة من أجل ملكية الطريق، وقد منحتهم الدولة ذلك. بعد ذلك
جددت السكك الحديدية وأعيد بناؤها شيئاً فشيئاً، إلى أن كانت أول رحلة لقطار ركاب بين لندن وسوانيج عام 2009 متخذاً الطريق التقليدية. أما اليوم فتقوم القاطرات البخارية برحلات منتظمة بين هذه البلدات الصغيرة. البحر عند الساحل الجنوبي لإنجلترا معروف بوحشيته. هنا نرى زورقاً يكافح في مواجهة الأمواج العاتية ليشق طريقه نحو بول هاربر، هذا الوادي الذي كان ضخماً يوماً ما، غمرته مياه البحار المرتفعة فيما مضى، إضافة إلى مياه الأنهار الجليدية، مع ذوبانها في أواخر العصر الجليدي. استخدم يوماً كنقطة انطلاق لهجوم الرومان خلال غزوهم إنجلترا، أما مصبه فهو اليوم ميناء محمي تحيط به مستعمرات تثير الاهتمام. إن شبه الجزيرة هذا داخل بول هاربر يعرف بالمرتفعات الرملية، قد تبدو وكأنها تسوية غريبة الشكل، لكن قطعة الأرض الصغيرة هذه تحتل قيمتها المركز الرابع للعقارات في العالم، ويطلق عليها البعض تسمية بالم بيتش إنجلترا. تحتوي على أكبر نسبة عقارات باهظة الثمن خارج لندن، حتى المقطورات المتواضعة التي تبدو مهترئة بشكل تام تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين جنيه. قد يبدو ذلك مبالغاً فيه، لكن الشاطئ هنا يعد أجمل ما في إنجلترا. لكن هل يستحق كل هذا؟ على الساحل الشرقي لبول هاربر تقع قرية بورنموث. هذه المنطقة معروفة للمتقاعدين، وضمت بين سكانها السابقين الكاتب جي آر آر تولكن، الذي اعتاد تمضية إجازته وكتابة رواياته هنا طوال 30 عاماً، كما كان روبرت لويس ستيفنسون أيضاً من المقيمين، ويقال إنه كتب المخطوف والدكتور جيكل والمستر هايد في خلال إقامته في المدينة. نتجه مجدداً نحو الداخل إلى كينغستون لاسي. بعد تدمير قلعة كورف في خلال الحرب الأهلية، أصبحت كينغستون لاسي المقر الرسمي لعائلة بانكس. جرى تغيير المنزل وتشكيله عام 1835. في ذلك الوقت شيدت هذه المداخن الأربعة التي ترونها الآن، كما أضيفت الحجارة إلى الهيكل لتغطية جدران الطوب القديمة. بقي المنزل ضمن ملكية عائلة بانكس إلى أن منحه السير رالف بانكس أخيراً للصندوق الوطني. في داخل المبنى نجد عدداً من الحرف اليدوية التي جمعتها عائلة بانكس في خلال أسفارها حول العالم. في الخارج نجد الحدائق اليابانية والغابات الكثيفة، كما أضيفت أخيراً باحة مجتمعية من أجل سكان القرية المجاورة ليتعلموا البستنة وزراعة المحاصيل الغذائية. هذا التركيب الدائري المعروف بنولتن رينجز هو مزيج من المعتقدات الوثنية القديمة والمسيحية. بنيت الأسوار الدائرية نحو عام 2500 قبل الميلاد، ويعتقد أنها كانت جزءاً صغيراً من هيكل احتفالي مقدس أكبر كثيراً. بنيت كنيسة نورمان هذه في أواسط القرن 12، ويعتقد عدد من المؤرخين أن الحجارة قد استخرجت من البناء الأثري القديم من أجل تشييد الكنيسة. كانت قرية نولتن تحيط بهذه الأسوار الدائرية، إلى أن حل الطاعون الأسود عام 1485 وأجبر السكان على ترك منازلهم. ولكن لأن الكنيسة كانت مكاناً مرموقاً، فقد واظب الناس على القدوم إلى هنا حتى عام 1747، حين انهار السقف وجرى التخلي عن الكنيسة في نهاية المطاف. بينما نكمل طريقنا شرقاً نلتقي مجدداً بالمحيط وبميناء ساوثهامبتون الضخم. إنه ثاني أكبر ميناء في بريطانيا وأول محطة للسفن المقبلة من آسيا. تعرف ظاهرة المد والجزر الفريدة هنا من قبل السكان المحليين باسم المد المضاعف، إذ يستمر المد 17 ساعة متصلة، مما يعني أنه يمكن أن تصل السفن الكبيرة إلى الميناء في معظم الأوقات، إضافة إلى كون الميناء محمياً جيداً خلف جزيرة وايت، يمكن تفهم تاريخه الناجح وتسميته الودية بوابة العالم.
حينما بدأت خطوط السكك الحديدية العمل عبر إنجلترا عام 1840، ازدهر الميناء في أعمال التبادل التجاري والعسكري، وأصبح مركز النقل المهم الذي نعرفه اليوم. في الثلاثينيات تعاملت ساوثامبتون مع أكثر من نصف حركة الركاب الدوليين في إنجلترا، إضافة إلى ما يزيد على 60% من بضائعها. وهنا خمس محطات ضخمة بمرافقها مجهزة للتعامل مع أي نوع من أنواع الحمولات. ينتهي مجرى نهر تيست الذي يبلغ طوله 40 ميلاً عند رصيف ميناء ساوثامبتون. يتمتع مصب النهر بكونه هادئاً عريضاً على نحو كامل، مما يسمح بملاحة السفن باستمرار. منذ القرون الوسطى وحتى العصر الحديث، لطالما كان ميناءً مهماً للتجارة والحرب. لقد كان مدخلاً للفايكنج الغزاة، ثم أصبح منطقة كبيرة لبناء السفن للأسطول البريطاني خلال حرب 100 عام. تشتهر الأحواض أكثر في التاريخ الحديث، إذ إنها المكان الذي طورت فيه الحوامات والطائرات المائية الأولى. بينما نغوص نحو الأحواض، نرى الملكة ميري الثانية. إنها أحدث سفينة ركاب عبر المحيط الأطلسي، بنيت في بريطانيا. حينما كشف الغطاء عنها عام 2004، كانت أطول وأعرض وأعلى سفينة ركاب بنيت حتى تاريخه، مع حمولة 148,000 طن. لديها محطة طاقة على متنها تتألف من 4 محركات ديزل ومحركين آخرين يعملان بقوة الغاز التي تشغل المحركات الكهربائية التي تغذي المراوح. وهناك 3 محطات لتحلية مياه البحر من أجل الرحلة التي تبلغ 10 أيام إلى 13 يوماً. ولابد من أنها كانت ذات فائدة للفريق الذي أجرى جولة حول العالم برحلة دامت 81 يوماً عام 2007، بطول 4 حقول لكرة القدم ومع 8 ملايين ساعة عمل من أجل بنائها. إنها فعلاً عملاق البحار. يعتقد أن أحواض ساوثامبتون كبول هاربر هي أيضاً واد قديم غمرته مياه العصر الجليدي، وهي أيضاً منطقة تجذب محبي الزوارق ومناصري البيئة، إضافة إلى النقل البحري وأعمال الاستثمار قبالة الميناء على الساحل الغربي لحوض ساوثامبتون وقرب الحديقة الوطنية نيو فورست. نجد مصفاة النفط فاولي، أسست عام 1925 وتوسعت عام 1951. هذه المصفاة التي تملكها إيسو هي الكبرى في إنجلترا. إذا ابتعدنا أكثر غرباً على طول الساحل، نصل إلى النصب التاريخي قلعة هيرست. بعدما طلق هنري الثامن زوجته كاثرين أراغون في منتصف القرن 16، باتت إنجلترا في عزلة سياسية. بعد تهديدات فرنسا وإسبانيا، بنى سلسلة من الحصون على طول الساحل. هذا الجزء من قلعة هيرست مثال على ذلك. صممت تحصينات القلعة على الطراز الإيطالي، إضافة إلى المنازل الحجرية وأبراج الرماية، مما جعل القلعة متطورة جداً في ذلك الوقت، وبقيت قيد الاستعمال على مدى قرون لاحقاً. اتسع المجمع وجهز من أجل مواجهة حروب نابليون في مطلع القرن 19، إضافة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية. وهناك فوق مياه قلعة هيرست نجد التشكيلات الصخرية المعروفة باسم نيدلز. أطلق تسمية نيدلز تبعاً لاسم بنية لم تعد موجودة، كانت تدعى باسم زوجة لوط، والتي كانت تشبه إبرة خارجة من قلب المحيط. لقد انهارت منذ نحو 200 عام، إلا أن الاسم ما يزال متداولاً. تتكون التركيبة من الطباشير الذي مر بعملية الطي الجيولوجية، حيث تقوم الطبقات من المعادن بالتكدس والضغط على مدى آلاف السنين لتكوين صخرة دائمة. لا تنتهي هذه التركيبات الطباشيرية الخشنة عند المنارة،
بل تتوغل في البحر مختبئة تحت الأمواج، وقد اشتهرت تاريخياً بخطرها على البحارة. بعد تحطم بضع سفن عند هذه الصخور، تقدم التجار بعريضة إلى الحكومة من أجل بناء منارة عام 1782، لكن المنارة الأصلية التي أقيمت كانت أعلى وأبعد من أن تكون مفيدة، إذ كانت محاطة بالضباب دائماً. أخيراً بنيت المنارة التي نراها الآن عند آخر الصخور عام 1859، عملت بقوة مولد وأدارها حارس واحد فقط حتى عام 1994، حين أصبحت آلية تماماً وجهزت بمهبط لطائرة مروحية. وقد شيدت بطاريات نيدلز خلف منارة نيدلز على جزيرة وايت. كان هذا المجمع قد بني أساساً عام 1860 للتحصن من غزو فرنسي محتمل، حينما اكتشفوا أن تأثير البارود والمدفعية يؤدي إلى انهيار في الهاوية، أعيد بناء البطارية على مستوى أعلى، وأعيد أيضاً تسليح البطاريتين القديمة والجديدة بالمعدات الحديثة، وقد ساهم ذلك في الحماية إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية. ودارت معركة قريبة جداً من هذه البطاريات مع إغراق البحرية الألمانية سفينتين بريطانيتين قبالة الشواطئ. في الطرف الشمالي من جزيرة وايت تقع بلدة كاوس. عدد سكان هذه المدينة يبلغ 10,000 نسمة، يتضاعفون كل صيف خلال سباق قوارب كاوس. هذا الحدث تقليد لليخوت، ويعود تاريخه إلى مطلع عام 1800، حينما منح الملك جورج الرابع الأموال من أجل عرض للقوارب. منذ ذلك الوقت وبدعم من الملوك، أصبح سباق القوارب هذا الأكبر في العالم، وأصبح سرب اليخوت الملكي المتمركز في البلدة عنواناً مرموقاً في عالم القوارب دولياً. بعدما بدأت البلدة كمجرد مجموعة من أكواخ الصيادين تحيط بالحصون الدفاعية، قطعت بلدة كاوس شوطاً طويلاً لتصبح واحدة من عواصم اليخوت الرئيسية في العالم. نصل إلى محطتنا الأخيرة عبر ممر صغيراً من كاوس، قصر أوزبورن. زارت الملكة فيكتوريا جزيرة وايت مرات عدة في طفولتها، وقالت عن المنطقة: من المستحيل أن نجد مكاناً أجمل. لذا ليس مستغرباً أنها بنت منزلاً صيفياً لها ولزوجها الأمير ألبرت عام 1853. كان الاثنان متحمسين للطبيعة وللحدائق، لذا استوحيا كثيراً من حدائق أوروبا حينما صمما البساتين. تبدو الإيحاءات الإيطالية في المدرجات والمباني المصغرة جلية على نحو خاص. صمم الأمير ألبرت المنزل بنفسه بالاشتراك مع توماس كوبيت المهندس المعماري نفسه الذي ابتكر بليغرافيا في وسط لندن. حينما توفيت الملكة فيكتوريا عام 1901 وهب المنزل للدولة. كانت الغرف في معظمها محجوزة كمتحف للملكة، في حين كانت الغرف الباقية أشبه بأكاديمية بحرية، لكن المجمع كله مفتوح اليوم للعموم وبرعاية الإرث الإنجليزي، وبعض المنازل في الملكية متاح للإيجار كذلك. في الواقع كانت شهرة القصر منتشرة جداً في مطلع القرن التاسع عشر، إلى حد أنه في عام 1876 صممت مستعمرة فيكتوريا في أستراليا أول قصر حكومي على غرار هذا التصميم. وحتى يومنا هذا ما زال جمال وإرث قصر أوزبورن والشاطئ الشرقي الإنجليزي موقع شهرة واسعة في العالم، وهو مكان مثالي نختتم به هذه الرحلة.